جاءني رجل يريد أن أصرف له 100 ريال وليس ها؟ عند جاءني رجل يريد أن أصرف له 100 ريال نعم، وليس عندي إلا 96 ريالا، فقال هات ما عندك والباقي هدية مني إليك، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا بأس، إذا كان هدية وتنازل عنه ما في بأس، أما إنك شرط عليها أنت تقول ما أعطيك إلا تخفض لي هذا ربا، أما إذا ما شرطت عليه ولكن هو تنازل لك عن الباقي فلا بأس بذلك. نعم.